الفترة الأخيرة ظهر أكتر من فيديو على السوشيال ميديا بيتكلموا عن إن كتر الأخبار اللي بتحصل في العالم واللي بتتكلم عن الحروب والدمار وكتر الإشاعات اللي بتطلع خلال الفترة الأخيرة بقى يخليهم حاسين بضغط نفسي كبير جدا، لدرجة إن البعض حاسس إنه دخل في حالة اكتئاب ورعب، خصوصا لما بيكون في إشاعات وكلام كتير عن الحروب أو بداية الحرب العالمية الثالثة واللي ممكن يكون فيها دمار نووي بيهدد الحياة في العالم كله. وبما ان الموضوع مهم فعلا وبقى بيأثر على ناس كتيره جدا، هيكون معانا دلوقتي على الزوم الدكتور مصطفى اديب استشاري الصحه النفسيه عشان طبعا نعرف اكتر منه ازاي نتعامل مع النوعيه دي من الاخبار والاشاعات المنتشره على السوشيال ميديا. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا. في البدايه عايزين نعرف منك ازاي نقدر نتعامل مع كميه الاخبار السيئه والاشاعات اللي موجوده على السوشيال ميديا. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الموضوع ده للأسف هو محتاج في المقام الأول إنه الإنسان يكون عنده انتقاد، دي أول شيء. إن أنا علشان أتعرض لأي أخبار أو أي نوع من أنواع المحتويات اللي بيتم بثها سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو على التلفزيون، لابد إنه يكون عندي حاجة اسمها انتقاء، يعني هنتقي أولا السورس اللي أنا هاخد منه الأخبار، ثانيا هنتقي الأشخاص اللي أنا هاخد منهم التصريحات، ثالثا ايه نوع الاشياء اللي انا هتعرض ليها دي؟ هل انا اهتماماتي مرتبطه بالحروب، مرتبطه بالجرائم، بالازمات بالليله دي كلها ولا لا؟ احنا طبعا عارفين انه التكنولوجيا او الاخبار اللي بيتم بثها وحتى بتيجي في السجستشنز اللي هي الاقتراحات بتبقى بناء على خيارات الشخص، يعني هو الفيسبوك او تويتر او اي نوع من انواع المنصات بيبقى عنده حاجه اسمها اقتراحات، الاقتراحات دي بتيجي للشخص حسب اهتماماته. فانا اول حاجه انا هحدد مسار الاختيار بتاعي بتاع الاخبار والتعرض ليها، ثانيا الاشخاص، ثانيا نوع المنصه. بالتالي لو انا عملت الاشياء دي هيكون الاخبار اللي انا بتناولها هتكون بشكل صحيح وبشكل ما فيهوش اي افساد للصحه النفسيه اللي انا المفروض بسعى لتطويرها. طيب يعني يا دكتور معلش ثانيه واحده، في النقطه الاولانيه حضرتك بتقول ان احنا بطريقه مبسطه شويه ننقي احنا اصلا بنتفرج على ايه من الاول علشان اللي هيطلع لنا على السوشيال ميديا يكون ريليتد لحاجه تانية احنا واثقين منها. اوكي بالظبط ماشي. رقم اثنين، رقم اثنين انا بقى ايه، انا ايه اللي بهتم، يعني دايما اسال نفسي كده السؤال، وانا ليه بهتم بالاخبار السلبيه؟ هل انا ليا جزء خاص بشغل بهذه الاخبار ولا هو حب استطلاع ولا هو شغف ولا ايه، يعني ايه الهدف او ايه الجول اللي انا بسعى ليه من خلال تصفح هذه الاخبار؟ انا دايما بقول انه طالما الانسان مش كونسيرن بموضوع الاخبار السلبيه او الترندات، يعني شغله مش مرتبط بهذا او بالاطلاع على هذه المواقع، يبقى بالتالي نحجمها، يعني بلاش. طيب بلاش، يبقى انا هحدد مسار اخر يكون ايجابي للاطلاع على الاخبار السلبيه او سوري الاخبار الايجابيه اللي هي المفروض تفيد في مجال شغلي او في تعليمي او في علاقاتي الاجتماعيه. يبقى انا اذا لو انا ما عنديش اي هدف غير ان هو هدف تشويقي، يبقى على الاقل قصاده اعمل جزء او عالم موازي للاخبار الايجابيه اللي هي بتطورني. يبقى انا كده عملت بالانس. عملت بالانس يعني ايه؟ عملت توازن ما بين ان انا بطلع على اخبار ممكن تجي لي بشكل غير مباشر والاخبار دي بتكون سلبيه وبتاثر عليا، او ان انا في الناحيه الثانيه بطلع على اخبار ايجابيه بتهتم بصحتي النفسيه، بتديني تفاؤل للمستقبل، بتطور جزء من شخصيتي، وبالتالي المحتوى اللي انا هلاقيه بيتم اقتراحه من قبل المنصات اللي احنا اتكلمنا عليها هيكون داخل بشكل ايجابي. يعني يا دكتور زي مثلا وقت الحروب احنا اكيد بنبقى عايزين نعرف ايه اللي بيحصل حوالينا، فدي مثلا طبعا اخبار ما بتبقاش حلوه بس مضطرين نعرف عنها. فلو انا بتفرج على مثلا خبر سيء في حرب، المفروض احسن بعد كده مودي بطريقه يعني سيمبل اكتر بان انا اتفرج على حاجه ايجابيه. طبعا بالتالي هعمل عالم ده اسمه عالم موازي، العالم الموازي ده يناطح ويضاهي العالم او كميه المحتويات السلبيه اللي انا اتفرجت عليها. النقطه بقى المهمه اللي الناس برضو ما بياخدوش بالهم منها، هو انا ايه اللي بتفرج عليه؟ وانا مش بالضروره ان انا اتفرج مثلا او اقرا او اسمع خبر يكون مدعم بصور، لان احنا طبعا عارفين انه التاثير البصري على طبعا الصحه النفسيه من خلال المشاهد اللي احنا بنشوفها بيبقى له اثر كبير جدا على العمليه النفسيه بالنسبه للانسان. فبالتالي لو انا خلاص يعني الموضوع انا عايز اعرف كنوع من انواع الاهتمام والاطلاع على الاخبار، يبقى على الاقل احجم مدى المحتوى البصري سواء صور سواء فيديوهات سواء اهات او اشياء ممكن تسبب لي نوع من انواع التوتر. الكلام ده لو انا مهتم مثلا بالشان العام زي
الاخبار اللي احنا شايفينها بتاعت الحروب على مستوى العالم. بس على الجانب الاخر ما يكونش يومي كله مرتبط بهذه الاخبار. طبعا انا بحدد اول حاجه ساعه كده او نص ساعه، بلاش ساعه او 10 دقائق، اشوف كده الديدلاين اللي هي العناوين الرئيسيه علشان ابقى على تواصل على كونتنت. وليكن مثلا نص ساعه دي او ال10 دقائق يكون في نص اليوم، بلاش في اول اليوم عشان ما اقفلش من الانتاجيه بتاعتي، ما يكونش عليها تاثير من اول اليوم، لكن خليها في نص اليوم كده او في اخره 10 دقائق كده، اشوف الدنيا فيها ايه واقفل واكمل المجهود بتاعي اللي انا بقى بعمله في شغلي او في علاقاتي الاجتماعيه. عشان لو انا بدات الاطلاع بهذه الاخبار في الساعه الباكره من الصباح على ما بقوم، ده بشكل غير مباشر للاسف يعني بيأثر على هرمون السيروتونين المسؤول عن السعاده. فانتقاء الوقت مهم جدا، انتقاء المكان مهم جدا، انتقاء المصادر مهم جدا، انتقاء المحتوى اللي انا هطلع عليه مهم جدا، وكيفيه تحجيم هذا المحتوى ما يكونش شاغل يومي او شاغل المساحه بتاعت الوقت كله اللي انا عايش فيه طول النهار يعني. دكتور مصطفى ديب استشاري الصحة النفسية، بشكر حضرتك جدا على وجودك معنا. شكرا لك.